رجعنا تنطبع وفتح الملف بحلقة اليوم، العنف الأسري اختصاصي بإدارة الحال. ساندي أبي عساف، برجع برحب فيك. ساندي، رح ناخد حالي، رح ندرسها ورح نشوف الموضوع من الناحية القانونية، ولكن بداية خليني أرجع لشغلك. إذا وصل لعندك ملف، شو البروسيدور، شو الطريقة، شو لازم ينعمل بهالحالة؟ وقت بتجي ناجي او سيده على المركز، اكيد نحن بنامن، يعني بنشدد على موضوع السريه المهنيه. يعني كل شيء بينحكى بالغرفه اللي نحن قاعدين فيها بيضل بيني وبينها، هيدا اهم شيء بنشدد عليه، لانه الناجي يمكن يكون عندها معلومات ما بتحب تشاركها، واكيد هيدا من السريه اجمالا المهنيه. بيجوا من وراء ظهر الزوج او المعنف؟ اكيد اكيد. يعني هلا هي برجع بقول لك، هي ما انحصرت بالزوج، هن فين يكونوا هربانين من المحل اللي هن عم يشتغلوا فيه، يمكن تعرضوا هونيك للعنف وجايين ركض. اكيد بتصير من وقتها بيكون الزوج هو المعنف. بنسمع بحالات كثير، يعني مثلا سيدة بتطفي السيجارة على ظهر اللي بتشتغل عندها مثلا، أو الزوج بيضرب بطريقة عن جد جرمية، هودي مزبوطين أما بس منشوفهم بالأفلام هيدا وقعنا هيك؟ هلا اكيد هيدول موجودين، وقصة يمكن في حالات بعد اكثر بكثير موجوده، بس ما بينحكى عنها لانه الواحد بخاف حتى يفكر فيهم. يعني نحن نوصل لمرحلة نعمل دينايل على فكرة انه هدول الاشياء معقول يكونوا موجودين عنا بالمجتمع، بس ايه موجودين للأسف. لوقت تسمع هالأخبار كلهم، فتاة لبنانية حلوة، ما بتخاف على حالك؟ ما بتقولي يا رب تنجينا ان شاء الله ما بيصيروا معي، اما محصنة حالك؟ كلنا معرضين يعني بالمجتمع اللي نحن عايشين فيه والوقت اللي نحن وصلنا له كلنا معرضين. واكيد يعني لو قد ما كنت انا قادره احسن حالي، الواحد بده يتعرض بمحل من المحلات. سابين بنت حلوه مثلك، الفرق انه تعرضت للعنف. رح نسمع انا وياكم مشاهدينا قصه سابين. اهلا وسهلا فيك. اهلا بونجور. يا هلا سابين. العنف الأسري هو عنوان حلقتنا وعم نحكي عن هالموضوع اليوم. أنت معنا تتخبرينا، تعطينا شهادة حياة امرأة لبنانية تعرضت للعنف، بس خلينا نبلش من البداية. شو السبب؟ يعني هل صار في مشكل أو القصة نفسية؟ شو كان السبب لتعرضك للعنف؟ تعرضت للعنف هو نتيجة سوء فهم أوقات بين الامرأة والزوج، فهي بتخلي الزوج أوقات يتمرد ويفهمها بطريقة غلط، وبتكبر المشاكل العائلية بيناتهم وبيؤدي هذا الشيء لعنف أسري. طب بهالحالة ما بيتدخل الأهل الأصحاب أو ما بيتدخلوا؟ دخلوا كثير الأهل بهذا الموضوع، بس للأسف وقت الرجل بيكون ماشي بطريق العند وبيكون متشبث برأيه، فهذا الشيء بيؤدي انه اول شيء يخترب البيت، وثاني شيء يعني يأذي مرته، يأذي مرته بكفأ بجوانب كثيره، منها جوانب نفسيه، وبيقتلها حتى بيقتلها روحها شوي شوي، وبيؤدي الى هذا العنف لتأثيرات كثير وضغوطات نفسية. أنا هون بدي أسألك، العنف اللي تعرضتي له حضرتك عنف جسدي أو معنوي أو الاثنين؟ الاثنين سوا، عنف معنوي وعنف جسدي. دفعت عن حالك؟ يعني وقت يصير ينشال الكف وينضرب مثلا، كان في ردة فعل من قبلك؟ أول فترة ما كنت عم دافع عن حالي، بس بعدين دافعت عن حالي. وهلا إذا مثلا بيسألوا الزوج بيقولوا أنا ما ضربت، وهو بيكون ضرب. فينا نسأل لوين وصلت المرحلة؟ يعني أقوى ضربة أكلتيها شو كانت نتيجتها؟ أقوى ضربة أكلتها هي ضربة على عيني وعلى إيدي وعلى إجري، يعني ادت الى تاذي بعيني. في تقرير طبي كنت تلجئي؟ نعم اكيد في تقرير طبي بهذا الشيء. طيب سابين، بعد سؤال، الاولاد كانوا ايضا يتعرضوا للعنف او بس انت؟
لا بس انا بس انت. كنت اتعرض للعنف. شو صار بالنهاية؟ للطلاق لجأت إلى جمعية؟ لجأت، نعم لجأت الى هلا طالب الطلاق انا رسميا من المحكمة الروحية المارونية كرمال وافقوا؟ النظر. يعني وقت قدمت هلا الأوراق بعدنا بمشروع الطلاق صراحة. بس وقت قدمت التقرير الطبي، يعني هو سبب للطلاق العنف؟ أما كيف كانت يعني ردة فعل المحكمة تجاه مشكلتك اللي صارت معك؟ هلا المحكمة بعدها عم تدرس الأوضاع وعم يتم البحث بالملف، ومن أجل إنه يتسهل أمور الطلاق بين الطرفين. اليوم أنت مبعدك مع ببيت الزوج؟ لا لا أنا نتيجة التعرض للضرب آخر مرة نعم لجأت إلى دار بيي وقعدت بدار بيي. اوكي. بسرعة إذا أمكن سابين، يعني حضرتك امرأة كنت متكلة على حالك، عندك شغلك، عندك مدخولك، أما كنت تحت جناح زوجك؟ كنت مرة متكلة على حالي، كنت ساعده كتير، يعني كنت همي هي عيلتي وبيتي وساعده بالبيت، ولكن تم التقصير من تجاهه بشتى النواحي. لجأت إلى طبيبة معالجة نفسية تساعد ترجع تربح عائلتك، تحافظ على بيتك؟ صراحة لا، بعد ما لجأت هو للطبيب بيعترف، زوجك بيعترف أنه إيه أنا عم بعنفها؟ أما لا. هو لا ما بيعترف، لا بيعترف إنه التعنيف، لا بيعترف بالتعنيف المعنوي ولا بيعترف بالتعنيف الجسدي. سابين بدي انا اتشكرك، وبدي اكيد ما بعرف ساندي اذا يعني بهالحالات الموجوده بمجتمعنا، ما بعرف اكيد ما فتنا بالتفاصيل، يمكن يكون حق عليا بالنهايه يطلع، بس نحن عم نشوف كحاله شو ما كانت النتيجه، مش الكف والضرب هو الحل المناسب. سابين انا بدي اياك تختمي لكل النساء اللي عم بيسمعونا واللي عم بيتعرضوا للعنف من قبل أزواجهم أو من المجتمع، شو بدك تقولي لهم من بعد هاي التجربة اللي أنت عشتيها؟ أنا بقول لهم إنه كل مرة بتتعرض للعنف ما تسكت عن حقها، لأنه إذا سكتت أول مرة رح يتمادى هذا الشيء مرة ثانية، ورح تصير مجرد صنم بقلب البيت، غير ليست سوى صنم بقلب البيت، ما اكثر من هيك، ولا بيكون عندها حقوق عند الرجل، بضل يتمرد عليها، بضل يزيد الاسوء شوي شوي للانهيار العائلي، سابين حتى تتاذى نفسيه الاولاد من خلال الضرب. شكرا لك، الله يخلي لك اولادك كمان، يمكن بيعوضوا شوي عن كل هالقصص. السؤال الاخير ممكن تسامحيه؟ أكيد نحن مسيحية ما بنقدر ما نسامح، والله دعانا أن نسامح، منسامح بس ما بننسى الدرس اللي تعلمناه بالحياة. يعني بالنهاية ما جمعه الله لا يفرقه إنسان، إن شاء الله لا تقدروا تأسسوا وترجعوا عن جديد، هو يوعى كمان على نعم الخطأ اللي اقترفه إن كان لإلك أو إن كان للولاد، تأثروا الولاد بهالأوضاع؟ أكيد بده يتأثروا الأولاد، وخاصة ما بنصح حدا بالتفكك الأسري، بس الولد وقتها بده يشوف أمه عم بتعيش المعاناة النفسية ودايما مدمرة بنعكس على نفسيتها بقلب نفسيته. البيت، فالأفضل الفراق. شكرا لك سابين، رح تنضم لنا كمان خبيرة قانونية تنحكي عن الأمور القانونية بهالملف كله. ساندي رح أرجع لعندك، قد في نسبة سابينات بالمجتمع اللبناني؟ كتار أكيد، صبيانات بتحكي، صبيانات ما بتحكي، شي بيحكي شي ما بيحكي، سيدات بتبلغ سيدات، لا سيدات تسكت على الوجع. بقى عذرا على السؤال، بس صرت صنم؟ يعني وقت تسمعي هالأمور بعدك بتتأثري؟ أما أوكي في كتير مصايب بالمجتمع خلص تمسحنا. هلا اكيد انا يعني وقت بتجي بدي اعمل اداره حالي، اكيد انا بدي اكون شخص موضوعي، ما فيني يكون عم دخل مشاعري، هيدا اصلا بيطلع عن نطاق المهنه. بس انا من جواتي اكيد بكون يعني اكيد عم وقت بسمع لها اكيد بكون عم بحس معها، يمكن ما اقدر احس
بالذات الشيء اللي هي عم تحس فيه، او اقدر احس بذات الوجع اللي هي عم توجعه، بس اذا انا كنت صنم ما حقدر ساعده مثل اللازم. رح اسالك عن دور يعني بختام الحلقه، شو دور الدوله والمجتمع والكل، بس خلينا هلا اتوقف عند الجمعيات، عم بيقوموا بدورهم او بس اوكي بنسمع لهم وهون بيخلص الدور؟ في دور فعال لهالجمعيات اللي عم نسمعها؟ وهلا بصدد نحن نسمع كثير جمعيات عم تدعي لحقوق المراه وعلى الاكتفاء عن العنف وكل هالامور، شو دور الجمعيات اليوم غير السماع، غير انه تستمع للحالات؟ هلا اكيد الجمعيات، كل جمعيه لها عند الخدمات الخاصه فيها اللي هي بتقدمها. مثلا كالجمعيه الهيئه اللبنانيه لوكرفا واللي انا بشتغل فيها، بتقدم خدمات نفسيه اجتماعيه وقانونيه، هيدول اللي اذا بدك تريد الرئيسي. يعني اذا امراه ما معها حق توكل محامي، ما معها مصاري، بتكونوا حدها كمان؟ نحن اكيد خدمات الاستشارات القانونيه هي استشارات مجانيه. الاستشاره بس اذا بدها توصل لطلاق مثلا بحاله صبيين بفيت بمحكمه، طب هي ما معها مصاري مثلا، بتكونوا حدها اما ماديا ما بتتدخلوا؟ هلا اجمالا هي ما عليها الا اذا بدنا نفوت ب ب بالشق القانوني، هي بس تدفع الرسوم اللي عليها. اكثر من اكثر هي اكثر يعني اتعاب المحامي نحن عنا اياها مش موجوده. ما بندفع اتعاب محامي. خلينا يكفي بدور الجمعيات اذا امكن. اليوم نحن بحلقه العنف الاسري، اذا بدنا نبحث عن حلول، حكينا كثير اسباب، عرضنا حالات، شو الحل؟ اذا نحن بدنا نشتغل انا وياك وكل اللي عم بيشاهدونا لنحط حد للعنف الاسري، من وين لازم نبلش؟ بدنا نبلش من انه نحن نطرح الخدمات الموجوده عندنا. الخدمات الموجوده عندنا كجمعيات، احنا كجمعيه الهيئه اللبنانيه في عندنا وقايه وفي عندنا استجابه. الوقايه بيندرج تحتها الانشطه، الحلقات التوعيه، الدورات، كل هدول الثلاثه بيطلع اكيد منهم كل شيء حلقات عم توعيه. عم بصيروا حلقات التوعيه والانشطه اكيد. كل يوم يعني على مدار في ياخذ الخبيرة القانونية، ونرجع نكفي حديثنا. الخبيرة القانونية بقضايا حقوق المرأة المحامية ميساء شندر، أهلا وسهلا فيك. أهلا بحضرتك. محضرين لك كمية كتير من الأسئلة، من هيك إذا ممكن نسرع شوي بالأجوبة. العنف الأسري شو فينا نصنفه قانونيا، جناية، جنحة، شو؟ العنف الأسري بحد ذاته ما فيك تصنفه إلا بناء للوصف الجرمي اللي بينطبق على الجرم الواقع على الضحية. يعني بيختلف الوصف الجرمي بحسب الفعل المرتكب. في حال كان الفعل المرتكب عبارة عن ضرب وإزاء، ما نجم عنه تعطيل عن العمل مدة ما بتتجاوز العشر أيام، بيختلف عن إذا تجاوز تعطيل عن العمل لمدة بتتراوح بين العشر أيام والعشرين يوم، وكذلك الأمر بيختلف إذا كانت هيدي المدة تجاوزت التعطيل عن العمل العشرين يوم وتسببت بأضرار ربما بالغة. هؤلاء حضرتك عم بتقوليهم موجودين بالقانون؟ يعني في مادة بالقانون بتتحدث عن هيدا الموضوع؟ ما في مادة بقانون حماية النساء وسائر الأفراد الأسرة بتتحدث عن هيدا الموضوع، ولكن اللي بيتحدث عنه قانون العقوبات. نحن بنرجع إلى القانون العام. هيدا قانون حماية النساء وسائر الأفراد الأسرة هو قانون خاص، نحن بنرجع إلى القانون العام. يعني إذا كانت الضحية تعرضت لاعتداء وإيذاء على سبيل المثال من زوجة أو ربما من شقيقة أو ربما من والدة أو ابنة، بدنا نشوف هيدا الجرم الواقع عليها، هل سبب لها بتعطيل دائم، هل سبب لها بتشويه، ببدر أحد الأعضاء، بفقدان. طب لنقل أنه في ثبت أنه في تعنيف، شو العقوبة على المعنف؟ لوين بتوصل؟ اوكي، ممكن توصل مثلا انا عندي ست تعرضت لمحاوله قتل وتسبب التعنيف اللي تسبب لها في زوجها الى كسر بعمودها الفقري. اوكي، هذه كانت جنايه اللي ينطبق عليه الجنايه، يعني هي ممكن توصل لمده 15 سنه. اها، وبلبنان صارت؟ يعني في حدا فات على السجن من وراء التعنيف؟ نعم اكيد اكيد، هيدي حاله واقعيه عم بعطيك اياها صارت. في يعني هون كمان بصير في محاكمه عاديه، يعني في دفع عن حاله المعنف؟
اكيد بالنهايه حق الدفاع مقدس، وله حق يكون عم يدافع عن حاله ويقدم كل الادله يلي بتدحض الادله والاثباتات يلي قدمتها الزوجه، بس بالمقابل كمان بده بيكون في عندها هي ادله ثابته يلي هي التقرير الطبي، شهاده الشهود، ربما الاقرار تبعوله او الاعتراف، ربما يعني كثير عوامل بتدخل لاثبات هيدا الشيء. ماتر بكل القضايا بلبنان بصير في واسطه وبصير في دعم وتلفون، وحتى بهالامور الانسانيه عم بتتدخل الواسطه والسياسه بهالمواضيع، اما الملفات شفافه. الواسطه والتدخلات السياسيه بتدخل بكافه الملفات من اصغرها لاكبرها، بس بنقدر نقول وبكل شفافيه انه بهدول الملفات بالذات صار عم ينخاف من تسليط الضوء الاعلامي عليهم، والستات صار عندها الجراه الاكبر انها تطلع على التلفزيون تحكي بكل جراه عن الخطر اللي عم تتعرض له، وبالتالي صار بخاف القاضي ياخذ قرار ما عنده الحس الكامل من العدل والشفافيه او الانصاف، قواعد الانصاف الاساسيه، وبالتالي انه يكون عم يتعرض لربما حمله ضده، فلذلك هيدول الملفات شوي حساسين يراعى فيهم الحقوق، حقوق السيد. ماتر بحديثك عم تحكي دائما انه المعنف هي الانثى المراه، في وقع شي ملف تحت ايدك كان الرجل هو المعنف؟ حالات كثير قليلة، يعني بتذكر من خلال عملي خلال 12 سنة كان في حالة واحدة يتيمة لرجل تعرض للعنف من قبل زوجته. يمكن ما بحط على حاله انه لو تعرض ما بحط على حاله انه رجل وتعنف، يعني كثير صعبة تاريخيا الأنثى هي الأكثر ضعفا والأقل قدرة، فلذلك هي اللي كانت تتحمل ظروف التعنيف والقساوة والإهانات وكل هذه الأمور. أيضا سؤال ماتر، إذا تعرضت الإمرأة للعنف بس مش مثل اللي ذكرتيهم، يعني ما صار في بتر، ما صار في هالقد شيء كسور أو شيء، يعني كاف أو ما بعرف، يعني هل هيدا أيضا بيحميها القانون أما هيدا ما بيعترف فيه؟ بالعكس، القانون بيحميها وبترجع العقوبة لقانون العقوبات اللي بتنص في حال كان عندها تقرير طبي لتعطيل عن العمل تحت العشر أيام ممكن توصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر. هل العنف سبب للطلاق؟ أكيد سبب أساسي للطلاق، وأكيد بيختلف بين طائفة لطائفة، إذا عم نحكي عن الطائفة الإسلامية هو سبب أساسي لأن في عنا دعوة تفريق قائمة على الشقاق والنزاع، وهو كل ما يشمل تحت مظلة التعنيف والضرب والإيذاء والإهانات وإساءة المعاملة. الخبيرة القانونية بقضايا حقوق المرأة المحامية ميساء شندر، شكرا لهالمداخلة. سابين كانت معنا كمان قبل حضرتك وقالت لنا انه رفعت دعوى طلاق، بهالمراحل الاولاد شو بيكون موضعهم القانوني؟ موضعهم القانوني هن بالنسبة للحضانة حضرتك عم نعم. الحضانة هي بالأساس من حق الوالدة. هلأ أنا حبي أشير لنقطة بقانون حماية النساء شمل الأطفال يلي أعمارهم تحت 13 سنة، وكان في تقدم بهيدا الإطار لأنه كان عم يحكي قبل على أنه هذا القانون بيشمل حماية الأطفال اللي هم ضمن سن الحضانة القانونية، اللي بيختلف بين طائفة وطائفة. ما ننسى نحن 18 طائفة موجودة بلبنان، بيطبق علينا 15 قانون للأحوال الشخصية، وبالتالي في تمييز بين كل امرأة لبنانية وأخرى لأن هي ما بتحس أنه هي عند في مساواة بينها وبين يمكن جارتها رايبتها رفيقتها من حيث حضانة الطفل. القانون اجى عم بيوازي بين كل هود الأطفال لحدود 13 سنة، واعتبر انه بيحميهم قانون العنف الأسري. بالنهاية العنف ما بيعرف لا طائفة ولا دين، يعني وفي طفل بكل الطوائف هو عم يتأثر كمان بتفكيك العائلة وبكل هالأمور. شكرا لك الخبيرة القانونية ميساء شندر، على أمل أيضا لقاءات مقبلة. ساندي رح أرجع لعندك، وهيدي كاميرتك بديك تطلع فيها وتوجه رسالة للدولة للمجتمع وللمعنفين والمعنفين. شو بديك تقولي بداية للدولة؟ شو المطلوب منها بهالملف؟ هلا بالنسبة للدولة أنا بدي أول شيء أتشكرهم إنه عملوا قسم 1745 للعنف الأسري، عم بيقوموا بواجباتهم على أكمل وجه.
بس يا ريت بعد شوي بيكون التحرك اسرع، لان بيكون في حالات قصوى ما فينا نكون عم نبطئ وننطره، يعني ما بتخلص الخبريه بتبليغ بس. بس ما بنلاقي انه عم بيكون حديث، يعني في حديث كتير بس كله بارال بارال، يعني ما في شيء فعلي على الارض بهيدا الموضوع تحديدا؟ بلا اكيد عم يكون في شيء تطبيقي بالشيء اللي بخص القانون، يعني وقت نحن يعني نحن بنبلغ او السيده بتبلغ لاقي والامن اللي هو شيء مختص بالعنف الاسري، عم بيكون في تحرك كثير سريع. يعني دغري بيدقوا للزوج ان كان الصبح بكير ولا عشيه، ما في وقت محدد. عندك فكره وين في حال ثبت وبده يحاكم، وين عم بينحط مع المجرمين؟ أم في لهم محل معين أم شيء بالدولة؟ أما هلا هو ما دغري يحاكم، هو بالأول بمضوع على تعهد عدم تعرض، بيمضي عليه وبيعطوه مهلة، إذا رجعت السيدة بلغت عن ثاني وجديد وكان هو ماضي على هذا التعهد بياخذوا فيه إجراء، وأكيد يعني لحقوا بده يتحاكم، أكيد بيتحاكم مع المجرمين لأنه العنف هو جرم. هو جرم. للمجتمع شو بدك توجهي كلمة؟ بدي اقول لكل السيدات، لكل الاطفال، لكل شخص عم يتعرض للعنف، دغري بلغوا، ما تخافوا، ما حدا يخاف. لازم الواحد يبلغ، لازم الواحد يقول من شو موجوع، لازم الواحد يعبر عن مخاوفه. بس ما بتقول تحملوا؟ ما بتقولي لهم تحملوا ليه شوي؟ ليه بدهم يتحملوا؟ ليه؟ يا عمي كان جدي يقول لستي ما بعرف شو، كانوا ما يناموا هن ومتخانقين ويقضوا حياتهم ويربوا العيلة، وخليكم يقول اخ بتلاقيه اول وحده ركضت عليه وما طلقوا ولا تشكوا على بعض ولا شيء. ليه نحن اليوم ما عم نعطي مجال لهالسماح؟ ليه دايما بدها تكون العلاقه هيك واقفه على حدين يعني بين الكابل؟ التربيه اختلفت من زمان لهلا، يعني انت عم تحكي من ديكيدز لورا، من عصور يمكن لورا، التربيه تغيرت، المجتمع تغير، التقاليد والعادات يعني كمان هيك صار في تزعزع فيها اذا بدك، او صار في كثير اختلاف فيها، يعني نحن بطلنا نتربى مثل ما تربينا من قبل. يعني برايك شو ما صار معكم ايها المعنفين روحوا بلغوا. اكيد. ان كان من كف صغير وصولا الى شو ما كان، ما تنطروا لبكره لان يمكن الكف يصير قتله. مزبوط 100%. المجتمع عم بيرحم، يعني اذا ساندي تما فوت باسم ساندي تعرضت للعنف وعرفنا كل المجتمع تبعوله عرف، عم بيرحمها اما عم بتصير شفقه؟ اما اللي قلت لها اياه لنور انه لو ما فيها شيء ما كان ضربها اكيد حق عليها، هيدا كيف عم بيكون هون ردة فعل المجتمع؟ أول شيء السيدة اللي متعرضة للعنف، يعني أنا إذا متعرضة للعنف بدي أكون واثقة إنه هل الخطوة تبعيتي أنا أول شيء أنا مرتاحة إني أنا أخذت هيدي الخطوة، مرتاحة إني بلغت، مرتاحة إني تركت، مرتاحة إنه عم بتعرض للعنف. أنا أول شيء الشخص بده يسأل حاله الأسئلة اللي لازم ينسأل عنها. بالنسبة للمجتمع بيرحم أو ما بيرحم، نحن بالنهاية بنقبل الواقع اللي نحن فيه، منضل تعيسين كل الحياة ومنقبل بالقتلة، يا لا بيكون عنا الجرأة أنه نروح نحن نكون عم نبلغ، ويا الموضوع بيروح بإجراء قانوني وبتروح بالمنحة القانوني اللازم، يا إذا نحن ما بدنا نروح بمنحة قانوني مع الأخصائية الاجتماعية والأخصائية النفسية وكل الخدمات اللي نحن بدها تتقدم للمعنفة بتستعبلها كرمال تكون عم بتحيد عن هذا العنف. يعني جربنا بحلقتنا اليوم نحكي عن العنف الأسري من كل جوانبه، إن شاء الله يجي نهار ونخلص من، ما بعرف إذا رح نزيد مش رح نرجع لورا، ولكن نسبة اللي حضرتك قلتيها يعني 30% منا هينة، منا مش عدد ومنو دقيق يعني هيدا بجمعية يمكن مش إذا جمعنا كل ال هلا هيدول الإحصاءات عملتهم المنظمة الصحة العالمية دولية، هيدول الإحصاءات طالعين من عندهم، بس أكيد أنا برجع بدي ركز على موضوع يعني هيدول الإحصاءات بس متعلقين بالأشخاص اللي بلغوا، في يمكن عدد اكبر منهم ما مبلغ كرمال هيك. هيدا قبل كورونا او بعد كورونا هالاحصاءات؟ هيدا اجدد شيء. اجدد شيء. شكرا لك ساندي ابي عساف، نورتينا اليوم. شكرا. بدي اشكر كمان كل الضيوف اللي طلعوا معنا بهالحلقه، لكل المشاهدين
لكل امرأة تعنف أو لكل شخص، ما نحدد بالامرأة، بلغوا علوا الصوت، لأن كل ما يعلى الصوت كل ما يصير يفكر المجتمع والمعنف للمية مش للعشرة. شكرا للمتابعة. موضوع حلقة جاي زواج القاصرات مرتبط شوي بالموضوع، من هيك بعطيكم موعد الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.